ما قصتك مع الإسلاميين؟ نحن نتحدث عن صراعي مع الإسلاميين وليس عن صراعي مع الدين. أنا أضرب زوجتي وأريد أن أعرف ما موقف الشرع في ذلك، خاصة أن هناك جمعيات ذهبت تشتكي إلى جمعية وهذه الجمعية تضايقني وتقول لي أن العنف ضد النساء مرفوض. فقال له الخطيب: ضرب المرأة تأديب لها في شريعتنا وفي الإسلام، وجاءه بالنصوص. الإخوان تسببوا في عودة العسكر. من أرجع الدولة في مصر إلى أيدي العسكر من جديد؟ أخطأ الإخوان، لأن الشارع المصري أصبح يسبح بحمد السيسي وبحمد العسكر لأنهم أنقذوهم من الإخوان. لماذا عندما يقول الإسلاميون نحن نمثل الحق عندما يصلون إلى السلطة لا يحققون أي شيء؟ مصير الحزب العدالة والتنمية هو مصير الاتحاد الاشتراكي، فحزب العدالة والتنمية ليس له من الحكم شيء. لقاء خاص في الأوقات التالية على قناة زوم سات.